الذي يبعد الإنسان عن ذكر الموت هذه الدنيا، هي السبب الأعظم مع تزيين وتسويل الشيطان. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام، بل سبحان الله، حتى نعرف قيمة هذه الدنيا، لنعرف جميعا، حتى نعرف جميعا قيمة هذه الدنيا التي صرفتنا عن ذكر الموت. فأصبح بعض الناس وللأسف مفرطا حتى في الركن الأعظم بعد الشهادتين وهي الصلاة. حتى رأينا أناسا في وسائل التواصل لا يعبؤون بأي شيء، الموت إذا أتى أتى، حب الدنيا أنستنا ذكر الموت. ولذلك في حديث جابر في صحيح مسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى من بعض العالية، مكان في المدينة، مر بالسوق فإذا به يرى جديا أسك. الجدي هو نوع من أنواع الغنم، أسك هو مقطوع الأذنين، وقيل ملتصق الأذنين، وقيل لا يسمع، المهم أنه به عيوب. فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بأذنه، بأذن هذا الجدي وهو ميت جيفة. وهذا النوع من الغنم لا يرغب وهو حي. فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لا نحب، وما نصنع به؟ ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حياً لكان عيبا، فهو أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني نحن لا نرغب فيه وهو حي، فكيف وهو جيفة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا، للدنيا أهون على الله من هذا عنده.